قال: لأن عندنا فيه دليل. ما من أيام، ما أداة شرطية عند الأصوليين تفيد العموم. ما من أيام، أيام نكرة في سياق جملة الشرط تفيد العموم. العمل، الألف واللام تفيد الاستغراق. أي عمل، أي عمل يخطر على بالك، وليبد للأعمال من شرطين: الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا شرط قبول الأعمال، أن يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما من أيام. العمل الصالح، قيل الحسن البصري لما قرأ قول ربنا عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: يا أبا سعيد، ما هو أحسنه؟ قال: أخلصه وأصوبه. إذن لابد العمل أن يكون ماذا؟ أن يكون صالحا موافق لسنة النبي عليه الصلاة والتسليم، لا يكون من اختراع الإنسان. ما من أيام. العمل الصالح فيهن، فيهن هذا الجار والمجرور يفيد التخصيص، يعني خص الشارع الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذه الأعمال هي التي، وهذه الأيام هي التي تكون فيها الأعمال أفضل من غيرها، أحب إلى الله. يا سلام، قف عند هذه الكلمة وقفة متأنية. هل ما تقوم به أخي الحبيب من عمل هو أحب إلى الله عز وجل؟